الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن بالخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان ينطقهم الخط بالقلم ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم والآل والزوج والأصحاب كلهم ما لاح ندم وما شمس الضحى طلعت وعد ما في أنفاس الكون من نسم وبعد فمن يرد الله به خيرا يفقهه في دينه الكيم حياكم الله وبياكم وطيب الله مساءنا ومساءكم وبوأنا الله وإياكم بحسن الإياب والمنقلب وهذا مجلس اثنينين متجدد في دراستنا لهذا السفر المختصر في كلماته الموجز في عباراته العميق المعنى والكثير الفوائد لشيخنا رحمه الله الشيخ بن باز رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به بنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على حسن خاتمة وعلى عمل صالح يرضاه. وهذا هو الدرس الخامس الإحسان. الإحسان مصدر لفعل الرباعي أحسن الرجل إحسانا فهو محسن، والإحسان هو أعلى ذروة سنام هذا الدين وأعلى مراتبه كما جاء في حديث جبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يجيب فقال وما الإحسان بعد أن سأل عن الإسلام والإيمان وسأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيها الفضلاء هو عنصر المراقبة في حياة الناس، ما ارتشى المرتشي ولا سفك الدم الحرام ولا انتهكت الحرم ولا خفرت العهود والذمم ولا ضيعت الأمانة إلا لأن الناس لم يصلوا لمرتبة الإحسان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما تفعله عنه يغيب، لهونا لعمر الله حتى تتابع الذنوب عليهن ذنوب. ولذلك إذا عظم الإنسان عبادة الإحسان في نفسه لن تمتد يده إلى حرام ولن ينطق بلسانه في حرام ولن تتعدى عينه إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا ما تبدت لي جارتي توريت عنها حتى يوالي جارتي مأواها. ولذلك هذه المرتبة العظيمة مرتبة الإحسان كان الصحابة يعيشونها مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، وإني لا أحجب عيني عن مساويه وإن لم يكن لبابه ستر، وإن لم يكن لبابه ستر. أنا لا أنظر إليه ولا أنظر إلى محارم الله عز وجل. ولذلك يقول الشاعر: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مخ عظامها من خلف ذلك الجسم النحلي، فاغفر لنا يا ربنا ما كان من ذنب في الزمان الأول. إن جانب الإحسان جانب عظيم أيها الفضلاء الكرام. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في القتل هناك في إحسان، نعم في القتل في إحسان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجرا عظيما يصل لمئة حسنة لمن قتل الوزغ من الضربة الأولى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مع أنها تسمى الفويسقة التي كانت تنفخ النار على إبراهيم، لكنه مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوضح أن من الإحسان أن تريحها وأن جئت لكي تقتلها. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأ والحية والعقرب
والكلب العقور، ومع ذلك لما تأتي لقتل هذه الفواسق في الحل والحرم لابد أن تحسن القتل فلا تعذبها. أبعد ذلك نحتاج إلى ما يسمى جمعيات الرفق بالحيوان؟ لكن هذا الدين دين عظيم، لكن مع عظمة هذا الدين حاله معنا كحال تبر في يد عيي، إنسان ما يفقه أعطوه ذهب. أحكي لكم قصة من نوادر العرب، أن رجلا ضيف عند قوم عابر سبيل، فوجد خيمة وقال إني منقطع وابن سبيل، قالوا تفضل ضيف عندنا. وكان للناس ذهب بطائفة الخيمة، سبائك من إيش؟ من الذهب. وخرجوا في أعمالهم، فقام ذلك الضيف اللئيم عافنا الله وإياكم وأخذ سبيكتين وجعلهما في سراويله، ثم قال لقد حان وقت انصرافي، فودعوه وزودوه، أعطوه زواد وطعام وروح الله يوفقك ويطوي لك البعد ويهون عليك السفر الذي أنت ذاهب إليه. فنزل بقوم واستراح عندهم وحل تكت سرواله وأخرج إيش؟ سبائك الذهب. وحان وقت الطعام، فلابد للقدر أن يوضع على ثلاثة أثاف، صحيح؟ القدر يحتاج لكم حجر؟ ثلاثة أحجار. فقام الخادم فوجد حجرين، ثم وجد هذه السبائك فجعلها الحجر الثالث، وأوقد النار عليها، وأوقد النار عليها. فلما رجع الرجل فوجد القدر تحول إلى اللون الأصفر، فالخادم تعجب، أتى به إلى مواليه وقال عجيب، القدر الشار لون أصفر، كل يوم حنا نطبخ بالفحم لكن ما يصير لون أصفر، وإيش السالفة الآن؟ قالوا أرنا الأثافي، فوجد سبائك الذهب اللي سرقها من فين؟ التي سرقها ممن ضيفوه. وهكذا الدنيا تفعل بأهلها. جاء في بعض الإسرائيليات التي لا بأس من ذكرها، وذكرها ابن رجب وغيره، أن ثلاثة كانوا في سفر فاستهموا على سرقة، ثلاث لصوص سرقوا مال، فبعد أن سرقوا يقسموه كم؟ أثلاثا. فإذا باثنين منهما قال فما بالك لو قسمناه 50-50، نص بالنص. قال وما نفعل بزميلنا الثالث؟ قالوا نقتله، ارتاح منا. طيب قالوا ايش؟ قالوا وماذا تدبر؟ قال ندبر ان وقت الغداء نوزع العمل، واحد يطبخ والثاني يعد لنا الشراب، والثالث ياتي لنا بالخبز. واضمر كل واحد فيهم ان يضع السم لصاحبيه. ابو 50-50 قال طيب طالما هو اداني الفكره الشيطانيه هذه ان احنا ايش؟ نقتل خوينا، طب ما نقتلهم الاثنين واخذ ايش؟ المال كله، ليش يكون 50-50؟ فوضع هذا السم في الخبز والعجين، ووضع هذا السم في الطبيخ، ووضع ذلك السم في الشراب، فشربوا فماتوا جميعا. فمر عيسى مع الحواريين قال هكذا تفعل الدنيا بأهلها. وده اللي ترى الآن، روح المحاكم انظر ما فيه، انظر ما في المحاكم، كان إنسي إنسي بعدين تحول إلى جني جني، يقول له تعال وبنسوي الشركة أنا وإياك، وترى أنا خوك وأنا اللي ولدنا وطن واحدة، ورب أخ لم تلده أمك، ويعطيه من طرف اللسان حلاوة ويروه كما يروه الثعلب. وبعد ما يشتد العود ويلين الجلمود وتبرق بالخير والرعود ويخرج منها قوم عاد وثمود، يطلع تحول من إنس إلى جني، يقول دورني يلا طير الطير وإيش واجري وراءها. هؤلاء ما تربوا على عبادة إيش؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك ترى. فإن لم تكن ترى، إذا هذا العامل قل في قلوبنا مراقبة الله عز وجل، فإن الله يراك. لو عظم الناس عبادة الإحسان لن نحتاج إلى هيئات أبدا، ما نحتاج، لأنك إذا تخاف من من؟ من الله. اللهم وفق الهيئات ويسر لهم أمورهم واجد على أيديهم واجزم عنا خير الجزاء، ما تحتاج مثل هذه الأشياء أبدا. ولا نحتاج لهؤلاء الذين يقومون على حمايتنا جزاهم الله خير، يناوبون الليل والنهار. لماذا؟ لأن كل إنسان عظم الله في
في قلبه أبو الطيب المسكي. ابحثوا عن هذا الاسم في كتاب التوابين لابن قدامة، من أمتع الكتب، يحكي عن قصص التوبة من الأنبياء والمرسلين إلى عامة الناس. يقول هذا الرجل كان في طرق العراق، فتعرضت له امرأة عند باب، قالت: يا أبا فلان، إن أبي أو إن بعلي يحتضر، فاحضرنا وساعدني فيه. قالت: ما عندي حد، تعال شوف الحل. فدخل الرجل سبحان الله، فأغلقت الدار وتعرت، وقالت: إن لم تقع بي الآن صحت عليك في جنبات بغداد، فأوقعت بك عند الدرك. سبحان الله، ايش المصيبة هذه؟ قال: إذن إن هذا الأمر الذي تطلبينه يحتاج إلى أمور. قالت: وما هي؟ قال: أنا أغتسل وأنا أتطيب. ما ينفع كده، أغتسل أتطيب، فأتينا من عودك وبخورك وطيبك. ودخلته الحمام وأعطته الأشنان. قال: فقضى حاجته وتلطخ بعذرته على الملابس. تلطخ بإيش؟ بالقاذورات اللي يخرجها الإنسان. قال: فلما خرج قالت: إليك عني أيها الشيطان، إليك عني أيها الشيطان. قال: فما شم منه بعد ذلك إلا المسك، ولقب بأبي الطيب المسكي. رجل دعته امرأة، وأيضا في كتاب التوابين لابن قدامة، وفي بحر الدموع لابن الجوزي، من الكتب التي ترقق لك القلب، وأيضا كتاب الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا رحمة الله على الجميع. نحتاج لهذا في قلوبنا، لأن عالم الواتس اللئيم، وعالم الواتس اليتيم، وعالم الإنترنت، وعالم اليوتيوب والتليجرام والسناب شات، ترى فيها من البلاء ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. اليوم بدت النكات على بهيمة الأنعام، بدت النكات على الخروف وعلى المعزة وعلى البعير وعلى البقر، لأن احنا مقبلين على إيش؟ شعيرة عظيمة، شعيرة الأضحية. بدت النكات من الآن. اتقوا الله يا عباد الله، عظم جانب الإحسان في قلبك يا أخي. كلما ازددت للشعائر تعظيما دل ذلك على تقوى القلب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وكلما زاد تعظيمك للحرمات فهو الخير لك المدخر عند الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وكلما قل التعظيم بالنكات بالنكات والسخرية فاحذر. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. مهما هملجت بك البرازين، وكان مظهرك على السنة، وفتحت لك المحاريب، واعتليت المنابر، ورصفت الكلمات ونمقتها، ولكنك على غير خشية ولا تقوى ولا إحسان، فاعلم إنما أنك أحسنت ظاهرا، والباطن يعلمه الله عز وجل. وإن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، حديث أبي هريرة عند مسلم، ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإننا نحسن الظاهر ونتجمل بأفضل الثياب والرياش والعطور، والباطن خرب، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأننا ما فهمنا عبادة الإحسان. الله يحب هذول الناس، إن الله يحب المحسنين. فإذا كنت تتقرب الله عز وجل بهذه العبادة. رجل أغلق الباب وقالت له المرأة، قال لها: هل يرانا شيء؟ قالت: إلا الكواكب، وكان البيت لا سقف له، وكان البيت لا سقف له. قال: فمن إذن مكوكبها؟ فقام عنها. مين اللي كوكبها هذا؟ مين اللي خلقها؟ وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. كل ما تمر تتدبر، من خلق هذه؟ من خلق هذه؟ هذه الدنيا الجميلة بين قفر وخميلة، وسماوات ثقيلة، كلها من صنع ربي. جمل الكون ببحر وبواد تحت نهر وبأشجار وزهر، كلها من صنع ربي. هذه عبادة الإحسان. عبادة الإحسان تجد الموظف ما يمد يده للرشوة، يذكر لعن الله الراشي والمرتشي والرائش كما عند أبي داود.
وإن لم يره أحد لكن الله يراك الواحد الأحد. أحد المشائخ يوما قال لطلابه، لأنهم جاهم طالب صغير في السن فقدمه على أكابر الحلقة، فاغتاظ الطلاب الأقران قالوا يعني إحنا معاك أقدم منه أكبر منه سنا، فلماذا؟ قال أثبت لكم الآن. فقال لكل الطلاب جميعا في يوم، هم يعرفون نية الشيخ، قال كل يأتي بذبيحة ديك دجاج أي شيء ثم يذبحها في مكان لا يراه فيه أحد. كل جاب وراح أول مكان ركن وإيش وذبح. هذا الصبي سبحان الله جلس يطوف المدينة ويطوف كذا، ثم جاء والدجاجة في يده، واجتمع الطلاب الآن يضحكون عليه. ريت اللي ما يفهم الشيخ يقول اذبحها في مكان لا يراه فيه أحد، وهو ما هو عارف يحصل له مكان إيش يذبح فيه، لكن عظم تعظم عنده جانب إيش الإحسان اللي من ثمراته المراقبة. قال يا ولدي مو قلنا لك اذبح في مكان ما يراك فيه أحد؟ قال يا شيخ كلما ألم تعلمنا وتتلو علينا والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم؟ قال قلت بلى. قال فكلما ذهبت لمكان ذكرت الآية فعلمت أن الله يراني. ما قدرت. قال أرأيتم حبيب الغالي، التحافيظ ما هي حفظ متون وحفظ قرآن، لا لا جزاك الله خير، مع هذا يكون في أخلاق. احنا نرى الآن الشباب اللي بدأ يأخذ من لحيته، واللي بدأ يسبل ويجر في الشائر، واللي بدأ يتهاون في الشيلات والأغاني. أرأيتم تصل السفاهة بالناس؟ انتم رأيتم عن الرجل المسكين اللي قتل في قاعة أفراح عشان بيقولهم خفضوا ايش صوت الشيلة؟ لهالدرجة وصل الناس، ما في تعظيم لجانب المراقبة. حقيقة الكلام على هذا الأمر، على عبادة الإحسان، هو كلام يطول وكلام ذو شجون، لكن خلاصته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعظم جانب المراقبة، المراقبة الذاتية، لا تحتاج أحد أن يقف عليك. إن لم تجد المراقبة الذاتية فاعلم أن نظر الله يسبق نظر الناس إليك، فهذا يردع قلبك. واعلم وإنك ما إن تترك لله شيئا، كما في السلسلة الصحيحة، إلا عوضك الله خيرا منه. تركت النظر الحرام يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن النظرة سهم من سهام إبليس، تتركها الآن لوجه الله تعوض بها وتملأ بها عينيك من زوجك. تترك المال الحرام فتعوض به. عبد الرحمن بن عوف يقول قالوا عجبنا لك، يعني أنت ما هو السر عندك في التجارة؟ قال ليست البركة في كثرة العرض، يعني ليس المال في كثرة العرض، ولكن البركة أو المال في البركة. القضية قضية إيش؟ البركة. هناك من يأخذ 10,000 و20,000 ريال وبعد يوم يومين من الراتب ما يبقى منه إيش ولا شيء، وهناك من ب1500 ريال يقضي الشهر كله ويرسل أهله ويعيشه. قضية إيش؟ قضية البركة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بالبركة، فيقول بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا وتمرنا وقليلنا وكثيرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. انظر إلى الكلام الجميل، هذا كله يأتي من عبادة يا إخواني، عبادة المراقبة. المراقبة ألا تحيف على زوجتك. امرأة ترسل رسالة تقول زوجي جالس يشيش ولا يهتم بنا ولا كذا، وتزوج زوجة ثانية وتركني. أختم لكم بهذا لكي نعلم عبادة الإحسان في البيت الزوجي، كما من حديث أم سلمة وعائشة وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج منها ليلا فراقبته كده هو طالع، انتبهت أنه طالع، ثم رجع إليها فوجدها قد أغلقت الباب. قالت اذهب للتي تحيف علي عندها، هذه أم سلمة. قال إنما كنت في أمر كذا وكذا، وانتهت القصة. المرة الثانية حديث عائشة عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج
من عندها وأجاف الباب رويدا رويدا وانسل من الفراش رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وهي قامت وراءه. شوف حيروح عند مين؟ من إيش؟ من الزوجات. فإذا هو عند أهل البقيع يقف على الصحابة يرفع يديه ويدعو لهم. ومن هنا أخرج العلماء أن زيارة المقابر زيارة خاصة الدعاء يكون بإيش؟ برفع الأيدي. يعني أنت ذهب المقبرة زيارة خاصة لأبيك لأخيك لفلان ترفع يديك، أما الزيارة العامة كذا دعاء بدون رفع الأيدي. فدعا طويلا ورجع، فإذا بها تخب وتدخل البيت قبله، لكن النبي يرى سوادا فلا يرتاب، لا يشك النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل وجد أن نفسها يرتفع فقال حشيا رابيا، يعني الإنسان يقول لك فلان هذا فحمان. قال إلا تخبرين أو يخبرني الوحي. فقصت عليه القصة، قال كنت أنت السواد الذي هو أمامي، الدنيا ليل ما في مصابيع. قالت نعم. قال أظننت أن الله ورسوله يحيف عليك؟ ظننت النبي يحيف عليك. ولذلك من له أكثر من زوجة فليتق الله وليعدل حتى لا يأتي يوم القيامة واحد شقيه مائل. نحن نريد يا أخوان اليوم وبكرة وغدا إلى يوم القيامة، إلى يوم أن نلقى الله عز وجل، نعظم عبادة الإحسان وثمرة المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ من أوصينا البر والتقوى. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا ونسر عيوبنا. اللهم اقربنا من مقامنا هذا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وتوليت أمرنا. اللهم اجعل الصدق والإخلاص على قلوبنا وعلى ألسنتنا. اللهم اجعلنا خير ما يظن الناس، ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لهم واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك على هذا المجلس العلمي المبارك، أن تجمعنا أخرى بادية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. اللهم إنا نسألك رؤية وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم احسن خواتيمنا واحسن عاقبتنا في الأمور كلها، ونجينا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، غيثا مميتا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار على الضرار ولا كان، وظل أولية ومنالة الأشجار تسقي به البلاد وتنفع به العباد، وتجعله برحمتك بلغا للحاضر والباد، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم وفق لي أمرنا بتوفيقك يا رب العالمين، وسدده بسدادك وأرشده برشادك، ويسر له البطانة الخير وأصلحها له يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة الإسلام وأعز به المسلمين. اللهم انصر أهل السنة في بلاد العراقين وفي اليمن وفي سوريا وفوق كل أرض وتحت كل سماء وفي أرض فلسطين وفي أرض أراكان، إنك على كل شيء قدير. بالإجابة الجدير تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لحق قوم اليوم ورفعوا داخل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.